بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم استكمالا للدرس السابق في دروس تعلم الـ HTML List ضمن دروس تعلم الـ HTML لتصميم تطبيقات الإنترنت. الآن إحنا أمامنا نوعين من أنواع القوائم، قائمة مرتبة اللي هو الـ Order List وقائمة Un Order List غير مرقمة. طيب الآن إحنا بدنا ندخل مستوى أعمق من هذا المستوى السيمبل الموجود أمامنا. لو اجينا وجدنا انه الباتشلر ستودنت في داخلها قائمه ضمنيه او قائمه بسموها ابن، يعني بتكلم قاعد هي الاب وانا بدي اكون داخل الاب هذا قائمه فرعيه مثلا. طيب ايش بدي اسوي؟ الان هذا عباره عن ان اوردر ليست، باجي عند الليست ايتم الحالي اللي انا بدي احطه كاب وفي داخله في قائمه فرعيه، بدي افتح قائمه فرعيه. وين حفتح القائمه الفرعيه؟ حفتحها عند نهاية الليست ايتم اللي في القائمة الأولى. طيب تعال نروح على الكود الموجود هنا. هي الكود الموجود عندي أنا هنا في الان اوردر ليست الموجودة حاليا. لما بدي أفتح الآن قائمة فرعية داخل الليست ايتم هذه، وكأني بدي أقول في داخل الباتشلر ستودنتس في عندي برنامجين في الباتشلر ستودنت. أول برنامج، برنامج مثلا الاي تي، برنامج بعده برنامج السوفت وير ديفلوبمنت. يعني أصبح بدي كمان قائمة داخلية. ايش القائمة الداخلية بترمز لها؟ UL ان اوردر ليست، وبسكر الان اوردر ليست. طيب في داخل الان اوردر ليست انا في عندي تو ايتم، الايتم الاول هو عبارة عن ليست ايتم، هي فتحت الليست ايتم وقلت اي تي ستودنتس. طيب وسكرت الليست ايتم، وبرضو عندي في البكالوريوس برامج البكالوريوس عندي ليست ايتم ثاني السوفت وير ديفلوبمنت وديفلوبرز مثلا او ديفلوبمنت سوفت وير ديفلوبمنت اللي هو البرنامج، وبسكر ليست ايتم. اصبح الان هنا فتحت قائمه فرعيه من القائمه الرئيسيه اللي اساسها الباتشلر ستودنت. وتعال نشوف ايش اللي صار عندي في النتاج اللي موجود. طيب كلام جميل، طلعنا هنا اصبح هنا في قائمه رئيسيه، في بند من بنود القائمه الرئيسيه اللي هو الباتشلر ستودنت فتحنا قائمة فرعية. يعني عند انتهاء الليست ايتم من الان اوردر ليست هذا فتحنا ان اوردر ليست ووضعنا فيه ليست ايتم وكمان ليست ايتم. الان بدي ادخل مستوى ثالث، يعني بدي افتح قائمة فرعية احط فيها قوائم الطلاب اللي تعون الاي تي ستودنتس. يعني انا بدي اجي هنا بعد ما انتهي من الليست ايتم هذه اللي داخل الان اوردر ليست اللي عرضت التو ايتمز، بدي احط كمان ليست ايتم ولكن هنا مرتبه، مش ان اوردر ليست، بدي اسميها اوردر ليست، بدي اعملها اوردر ليست. تعال نشوف عند الاي تي ستودنت، هي خلصت الليست ايتم اللي موجود وين؟ في القائمه الفرعيه او في الليست الفرعي. طيب بدي افتح الان اوردر ليست، وضحت كيف؟ وبسكر الاوردر ليست. هاي انا فتحت اوردر ليست وسكرت الاوردر ليست، وفي داخل الاوردر ليست بدي اسمي ليست ايتم وبدي احط فيها اسم الطالب الاول احمد علي. هاي احمد علي، وخلصنا الطالب الاول. بنسكر مين؟ الليست ايتم. الطالب الثاني بقول له ليست ايتم، وسكر يقول لي ايش؟ احمد عثمان. وسكر الليست ايتم، او فكر سكر الليست ايتم، افتح الليست ايتم الطالب الثالث اقول محمد. محمد هاي محمد ايش؟ احمد. هاي فتحنا ايش اللي هو الليست ايتم الثالث وسكرنا هنا. تعال نشوف ايش صار معانا. ولما نشوف ايش صار معانا، لاحظوا هنا انا عندي قائمه رئيسيه فيها العنصر الاول، في داخل العنصر الاول في عندي قائمه فرعيه فيها عنصر اول، في داخل العنصر الاول في عندي قائمه فرعيه، هي فيها الثلاث عناصر الموجوده هنا. ولكن هنا اختلفنا عن السابق انه احنا عرضنا هنا اوردر ليست اللي هي المرقمه فيها 1 2 3، وهنا كنا نعمل ان اوردر ليست اللي فيها تنقيط او فيها نقاط معينه. تعال نشوف ايش اللي صار ناتج اللي امامنا. هاي لاحظتوا ايش صار معايا؟ اصبح اليوم انا اشتغلت في الليست ايتم واشتغلت على انواع الليست ايتم، في عندي اوردر ليست وفي عندي ان اوردر ليست، اشتغلت على الليست العاديه واشتغلت على النستد ليست او ليش السب ليست او اللي هو القوائم الفرعيه داخل القوائم الرئيسيه. وهنا كان في عندي نستد اليمنتس في هذا الموضوع، ولكن بالشكل اللي احنا شفناه توي انه انا ضمنت ليست في داخل ليست، ضمنت ان اوردر ليست في داخل ان اوردر ليست، ضمنت اوردر ليست في داخل ان اوردر ليست.
طيب هيك بنكتفي بهذا القدر، بنكمل الآن في الداتا ديفينيشن. طيب تعال نشوف ايش الداتا ديفينيشن. زي ما تفضلنا قلنا الآن بدي اشتغل على موضوع تيرمينولوجيز موجودة خاصة في الدكتور غزال. بنفتح اتش 1 جديد وبنسكر الاتش 1 هذا، وبنقول هنا اللي هو ويب ديفلوبمنت التيرمينولوجيز، يعني بدي اعمل قائمة فيها كل المصطلحات العلمية اللي خاصة بالويب ديفلوبمنت. في عندي ثلاث مصطلحات. أول شيء أنا في عندي داتا ليست، بتكلم عن مين؟ عن الداتا ليست. الداتا ليست هذه في داخلها في عندي داتا تيرم، يعني أنا بدي أتكلم بدي أعرف التيرم هذا اللي هو المصطلح، وبسكر الداتا تيرم هنا. أصبح أنا عندي هنا مصطلح، إيش المصطلح اللي بدي أسميه؟ بدي أسميه DNS اللي هو Domain Name Service أو Domain Name Server. طيب بعد الداتا تيرم بدي أحط داتا ديسكريبشن، بدي أوصف الداتا ديسكريبشن هذه اللي خاصة بالدي إن إس. بدي أقول اللي هو عبارة عن Domain Domain Name Service إذا بروتوكول map domain name into IP address. يعني اديت انا تفصيل عن هذا الترمينولوجي او عن هذا التيرم في ايش؟ في قائمة. مثل مين يا جماعة؟ مثل قوائم المطاعم، لما باجي بحط انا عنوان او 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 مثلا عنصر معين، بقول عنصر بدي شوية ديسكريبشن عن هذا العنصر. طيب تعال ناخذ ترمينولوجيز الثاني او تيرم ثاني، بنقول هاي التيرم الثاني داتا تيرم، وبنسكر ده التير، بنقول عندي اللي هو اليو ار ال، اليو ار ال هاي داتا تيرم، وسكر الداتا تيرم هنا، وتعال قول ديسكريبشن للداتا تيرم هاي دي دي اوكي، وبنسكر هنا الدي دي داخل الديفينيشن ليست. هنا ايش في دي دي؟ بنتكلم يونيفورم يونيفورم ريسورس لوكيتور ويتش carry the domain name of website. وذكرنا هنا الدي دي، يعني اصبح انا ايش فتحت؟ فتحت definition list. في داخل definition list في عندي term، وفي داخل الterm اخذ definition description اوكي. وهنا قلت define term، عرفت الterm وعرفت الdescription لهذا الterm. تعال نشوف ايش اللي بصير، بس نحط هنا داش وهنا داش حتى نشوف الناتج اللي ظهر معنا كيف طلع بالطريقة. ايوه شفنا ايش صار معنا. اصبح اليوم انا عرفت هنا، حطيت مصطلح تيرم معين وديت ديسكرايب لهذا مين؟ لهذا التيرم. وبرضه شوفوا لاحظوا الستايل اللي ظهر عندي، ظهر وكأني انا قاعد بشتغل على موضوع قائمة معينة. القائمة بحط فيها مجموعة من التعريفات، مجموعة من المصطلحات، وكل مصطلح له تعريفاته الخاصة فيه. نقطة أخيرة عشان لسه ما خلصناش العشر دقائق، بدي أذكركم لو أجيتنا هنا كمصطلح، ماذا لو أردنا أن نضع اللي هو هنا الابريفيشن لهذا المصطلح؟ بدي أذكركم في شغلتين بالابريفيشن أخذناها في الدروس السابقة، وأذكركم أنه شوفوا الـ HTML كيف عبارة عن nested اللي هو HTML elements. هنا في داخل الدي تي بحط abbreviation ABBR، وبأفتح قوس وبحط هذه في داخل مين؟ التاجز الابريفيشن تاج. وهنا بأضع التايتل، وفي داخل التايتل ايش بحط؟ الدومين نيم سيرفيس، وباجي بقول كوبي ونحطت بالطريقة هذه، يعني عشان بس نحسن المظهر بنحط الاس كابيتال والان كابيتال والدي كابيتال. شوفوا ايش صار معي انا، بس اني رجعت معلومتين صغار، رجعت انه كيف استخدمنا الابريفيشن، وكيف انه احنا دخلنا تاج في داخل تاج. التاج هذه دخلناها في ضمن التاج اللي هو الدي تي. طيب تعال نشوف ايش الناتج اللي ظهر عندي. هاي بنفتح ريفرش وبنيجي بنقول ايوه شفتوا كيف صار هنا، اصبح حطيت تفسير لهذا الترمينولوجي او لهذه الكلمه المختصره، وضعت لها تفصيل يعني اديته معناها الحقيقي او اللي هو الاصل فيها اللي هو الدومين نيم سيرفيس. هيك احنا بنكون خلصنا درس الليست،
وتكلمنا فيه في الاوردر ليست وفي الان اوردر ليست، وتكلمنا فيه في النستد ليست، وتكلمنا فيه في اشكال الديفينيشنز تيرمز والديفينيشن ديسكريبشن او التيرم ديسكريبشنز. وان شاء الله الدرس القادم بناخذ شيء جديد. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.